اشتكى مواطنون موصليون من ارتفاع نسبة تلوث مياه الإسالة، مؤكدين وقوع العديد من الحالات المرضية بين الأطفال بسبب الماء الملوث، لافتين إلى استخدام طرق بدائية لتنقية المياه، حيث يضطرون لشراء المياه المعدنية في أغلب الأحيان كحل بديل. الماء يعني الحيوان ما يشربه، كلتنا معتمدين على البطولة ومصفينه أو على بطولة الجهاز نشتري. والله نستخدم أول شيء مادة الكلور للتعقيم، وطريقة تعلمناها من مقاطع الفيديو اللي تنشر حول طرق لتصفية المياه، منها أنه بطل آرسي نقصه من الرأس ونقلبه ونخليه بطل مع الماء من هذا المشتري جاهز، وبالأسفل نخلي قطن وشاش وندير الماء فوق ويبدي يترشح شوية شوية إلى أن يصفى. والله الماء كدر ويصل البيوت حرام ما ينشرب، ليش؟ لأنه ماكو مصافي، ما يصفوا للماي، الماي فرد مرة يجينا كدر، والله حتى الأولاد متمرضين ورا الكلى وما كلها، ليش؟ ماي ما صافي. الله وكيلك، عايجينا ماي كدر تقول عبالك عجبونا من الشط قبل على البيوت. الماي عايجينا ما شاء الله، حتى تكرمون الحيوان ما يشربه. كله طين وصاخ، والله أنا واحد من الناس من أيمن أنا جاي، ساكن هنا بالأيسر، والله أشتري كل يومين ثلاثة بطل ماي أبو الألف ونص أشرب. لأن أخذ من الحنفية خليه بالبطل دحق على الماي ما مال بشر. والله يصير عندنا من هذا الماي سهالات الأطفال وتبهدلنا، والماي عيجي خابط كله طين وما ينشرب، وعن نشتري ماي مقطر وما على لحد.